بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. هنكمل مع بعض حل تيست on unit 9 page 156. Number 3, read the following and answer the question. Read comprehension. القطع بدأ بجواب. الجواب ده بادئ بدير كريم عزيزي كريم. I'm really excited that you are going to come. أنا سعيد جدا إن أنت هتيجي. And stay with us next week. وتقعد معانا الأسبوع القادم. I'm looking forward to seeing you again. أتطلع لرؤيتك مرة أخرى. What time is your train going to arrive? إمتى القطر بتاعك هيوصل؟ We can meet you at the station. ممكن نقابلك في المحطة. Our new home. بيقول our new home is by the beach. والبيت بتاعنا قريب من الشط. We can go swimming every day. ممكن نروح نعوم كل يوم. There are lots of other things to do. هناك أشياء كتيرة من الأشياء ممكن نفعلها. How about going windsurfing? إيه رأيك في رياضة ركوب الرياح؟ Or diving الغطس on Thursday في يوم ال يوم الخميس. Granddad is going to visit us. جدي هيزورنا. Let's make him a special present. ايه رأيك نعمل له او نحضر له هدية خاصة. Why don't we find photos of ourselves and our cousins? ليه مش عندنا صور لأنفسنا وصور لعمامنا. We can make him a photo album. ممكن نعمل له ألبوم صور. See you on Saturday. أراك يوم السبت. From ماهر من ماهر. يبقى الجواب ده من ماهر لكريم. Answer the following question. Give a suitable title for this email. الإيميل ده هنكتب له title يعني عنوان. يبقى كريم visits to his friend ماهر. زيارة كريم لصاحبه ماهر. Where is Maher's new home? ماهر البيت بتاعه الجديد فين؟ طبعا هو قال في القطعة أو في الإيميل قال by the beach بالقرب من الشاطئ. Do you think Maher granddad will be happy with the photo album? Why not? تعتقد ان جد ماهر هيكون سعيد بالالبوم ليه؟ وقول لي لو ايوه ليه ولو مش ايوه ليه. Yes, I think so. اعتقد ذلك. Because the album has, لان الالبوم يمتلك او فيه many photos of the family, كتير من الصور للعائلة. Choose the correct answer from A, B, C, or D. The underlined expression looking forward to يتطلع إلى means A. طبعا هو بيأمل يأمل يعني يتطلع إلى. The underlined pronoun him. الهم اللي هي موجودة تحتها خط في الباسج refers to طبعا granddad اللي هما جدهم. كريم and ماهر can go a. كريم وماهر ممكن يعملوا a. swimming يعوموا ممكن. when surfing يركبوا الرياح. diving ما في بحر. يبقى a b c كل الثلاث نقط دول. vocabulary structure طبعا ديت هتبقى نشوف كده. choose the correct answer. one to walk long distance عشان امشي مسافة طويلة. usually in the mountain امشي مسافة طويلة وسط الجبال. دي رياضة قلنا عليها اسمها ايه؟ اسمها تريكينج اللي هي تجوال. افتكروا تريكينج تجوال بته. تريكينج تجوال. يبقى تريكينج يعني تجوال وسط الجبال. ماشي كده؟ tricking. traveling through the desert is a great traveling السفر through the desert من خلال الصحراء is a great I like it a lot. طبعا بتبقى ايه مغامرة جميلة او عظيمة انا بحبها قوي. number 3, what about a lining? طبعا اسمها zip lining اللي هي ايه التسلق بالحبال او رياضة الحبال. During trekking adventure you need a to help you find the way. اثناء ممارسة التجوال رياضة التجوال او مغامرة التجوال وسط الجبال you need a to help you find the way. محتاج مين يساعدك على التعرف على الطريق؟ طبعا guide يعني مرشد. When you have a this means that you know how to do something. لما يكون عندك مهارة يبقى عارف تعمل أشياء. مهارة يعني ايه؟ يعني skill. طيب طبعا subject يعني موضوع. plan يعني خطة. وسبورت يعني خطة. وسبورت يعني رياضة.
Number six. When you go diving, لما تمارس رياضة الغطس, you should have some aid to keep you safe. طبعا محتاج معدات معاك وانت بتعمل ممارسة الغطس ديت, رياضة الغطس, أجهزة تنفس وأنبوب أكسجين والأدوات الخاصة بالسباحة كلها, يبقى equipment. After coming out of the sea, لما بنطلع من البحر, I dried myself, بجفف نفسي with, طبعا بفوطة أو منشفة يعني towel. هبة and رمزي, هبة ورمزي are really enjoying a, بيستمتعوا مع بعض أو مستمتعوا متمتعين بأنفسهم, يبقى هما يعني زي, والضمير المنعكس بتاع زي طبعا them selves. Number 9, I ate rye cooked climbing tomorrow. طبعا tomorrow يبقى مستقبل, يبقى إما will مصدر أو going to. am و is و are و going to. عندي هنا طبعا will go try, لا مش هينفع, يبقى I am going to try rock climbing tomorrow, يبقى I am going to. Number 10, what a learn. What a learn, طبعا أما حط أداة الاستفهام يبقى فعل مساعد قبل الفاعل. فين هنا الفعل المساعد قبل الفاعل؟ أهو, يبقى إيش شي اللي هي number D. What is she going to learn? تعال نشوف هنا number 5. Read and correct the underlined words. هنصحح الكلمات اللي تحت الخط. What shall we eat tomorrow? يبقى ده مستقبل tomorrow, يبقى الفعل في المصدر. Shall we do tomorrow? How about, how about يجي وراها على طول الفعل في المضاف إليه ing, يبقى جوه تبقى going. ما رأيك going kayaking, يعني نذهب بالتجديف بالزورة next week and for نهاية الأسبوع. I made this cake, I الضمير المعكس بتاعها إيه؟ يبقى myself. I made this cake myself. Maggie's father is going to fly abroad. Maggie's father سوف, is going to, سوف, going to يجي وراها الفعل في المصدر. is going to مش هتبقى flying, هتبقى fly abroad, هيسافر في الخارج. وهنا بيقول لي عاوز اكتبي مغامرة. احنا قرأنا المغامرات كتير قوي في الكتاب من الاول, وطبعا مكتوبة في نهاية الكتاب. يبقى كده خلصنا الوحدة التاسعة, وبالتوفيق والنجاح. ما تنسوش في الاشتراك في القناة واللايك والشير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.